42 سنة، عندي الفدق وعندي كورة مورا الرحم وعندي كيس المبيض، ودابا تقريبا نقول الفدق هذه شي سنة هو عندي، إنما الكورة دابا شي باش اكتشفت هذا باش 6 شهور، ومن هذاك الوقت اللي اكتشفت فيه هذا المرض فيا وأنا كنقلب على اللي ساعدني ما لقيتش، طرقت كاع البيبان قلبت على جمعيات ما لقيتش اللي ساعدني، ما عرفش اخويا مناش تكونات ليا، دابا تكونات ليا مورا الرحم دابا طلعت ليا لهنا كترس، يعني ما لقيتش اللي يعاونني، الناس كيقولوا لي انت هملتي راسك وانا راه ما كرهتش باش نحيدها من النهار الاول، يعني ما لقيتش اللي ساعدني. الاطباء قالوا لي ايرجون خصك تحيديها، ايرجون خصك تحيديها، دابا طالبين لي غير ريمو سكانير دايرين 7000 درهم على برا، اما ملي مشيت دابا اليوم مشيت للسبيطار ديال موريس قلت طلبوا لي 48000 ريال، ما عنديش حيت راجلي عنده لا ميتيال، ودابا ملي هو مشى ما لقيت لا راميد ولا لا ميتيال بجوج، ما بغاوش اخويا ملي شافني مرات تحضر راسو مشى، ما عرفتش يعني بحال عافني او ما عرفش اخويا، ما تقدرش تعرف شنو تحضر راس بنادم. دابا تقريبا من نهار اكتشفت المرض راه شي 3 شهور هادي كيسول لا فولاد ولا والو، حتى من مود الدار ملي شافو مشى عرفني بوحدي وانا مريضه ما غنقدش على الكرا، ولا كيقول لي اختي الله يسامح خويا غير ما حالي فين غنمشي بهاد البنات، وستات البنيات ماشي وحده ولا جوج، نقول راه يعني نعد في الصبر، راه سته راه ما ساهلينش اخويا، راه الرجال وتغلبوا. دابا ملي مشيت قالوا لي جيبي غير الفلوس نديرو لك، الناس راه قالوا لي راه 3 شهور 4 شهور عاد انت حيت ارجو غنتساعدو معاك باش نصبقوك، المهم خاصك غير الفلوس. نادي القلوب الرحيمه والمحسنين يتعاونوا معايا ويشوفوا من حالي نتعالج، نحيد هذا المرض اللي فيا قبل ما يزيد يتفاقم ونولي في شي حاجه يعني خايبه. بنياتي تما خصني اللي عاوني عليهم، بنيه الكبيره بركسه من المدرسه باش تعاوني باش تجيب الخوصه طريف ديال الخبز تاكل، لانني شحال قدني ندي يديا الكعيا اللي يعطي ما يعيش لي شد، غنبقى ماده يدي، هذا يعطيني اليوم غدا غيقلب وجهه، هذا يعطيني اليوم شحال قدني، قلت اللهم تخرج واخا على القليل ولا والو كاع. هي مسكينه دابا بركسه من المدرسه يا خويا، بغيت غنتعالج والله ما بغيت شي حاجه، طامعه في كرم الله غير نتعالج، من اللي قسم الله غنعيش به.